اسمي مشعل العايد وأنا أول سباحة سعودية أشارك في دورات خارجية. لما عرفت عن اختياري للمشاركة في ألعاب باريس كنت جالسة مع أمي في الصالون ودخل أبوي وكان على التلفون مع الأستاذ أحمد القدواني، ولما انتهت مكالمتهم قال لنا إني إن شاء الله هشارك في أولمبياد باريس وطبعاً انبسطنا كثير. السر وراء استمرارية هوايتي حتى اليوم هي أشياء بسيطة زي تشجيع أهلي وأصحابي في كل تمرين وبطولة، حبي للرياضة والتمرين، وطموحي إني أوصل أحسن مستوى عندي في السباحة إن شاء الله. أنا دحين ساكنة في بلجيكا لدروساتي الجامعية وبإذن الله هدرس الفيزياء لمدة 3 سنين وبعدين هدرس في مدرسة هندسة إن شاء الله، وطبعاً هكمل ممارسة السباحة وأنا دحين في نادي بلجيكي بتمرن 7 مرات بالأسبوع الحمد لله. كوني من أم بلجيكية وأب سعودي هم قرروا إني أحضر مدرسة فرنسية عشان يعلموا 4 لغات، الفرنسي، الإنجليزي، والعربي، والإسباني كصفوف إجبارية.